السلام عليكم أعزائي طلاب صف 12. اليوم عندنا درس جديد. اليوم إن شاء الله راح نبدي بـ lesson 3. The name of the lesson is measuring electric fields, يعني حساب المجال الكهربائي. The focus question for this lesson is how can we explain how electric forces work at a distance. اللي راح نتعلمه السؤال الأهم من هذا الفصل هو أنه كيف ممكن أن نشرح تأثير القوى الكهربائية على الأجسام الأخرى اللي تبعد عنها مسافة معينة. New vocabulary, المصطلحات الجديدة اللي راح نتعلمها بهذا اللسن هي electric field and electric field line, اللي هي المجال الكهربائي وخطوط المجال الكهربائي. Review vocabulary, بالدرس السابق أو بالمحاضرات السابقة, ممكن يكون بالدرس السابق أو اللي قبله, أخذنا كولومز لو اللي هو تعريف بالنسبة لقانون كولوم. شنو كانت صيغة قانون كولوم؟ هو the force between two point charges varies directly with the product of their charge and inversely with the square of the distance between them. قانون كولوم كان ينص على أنه القوة بين نقطتين أو بين شحنتين نقطية تتغير طرديا مع حاصل ضرب الشحنات and inversely وعكسيا مع مربع البعد بين الشحنتين. Today we will talk about defining the electric field. In the beginning, Michael Faraday suggested the idea of a force field to explain how the electric force can act at a distance. العالم فاراداي اقترح بأنه اقترح هو الفكرة بالمجال الكهربائي ووضح كيف ممكن أنه تؤثر القوة الكهربائية على الأجسام المشحونة اللي تبعد عنها مسافة معينة. An electric field is a property of the space around a charged object that exerts forces on their charged objects. هنا عندنا تعريف بالنسبة للمجال الكهربائي. فتعريف المجال الكهربائي is a property of the space, هو خاصية المجال. Around a charged object, حول جسم مشحون. That exerts forces on their charged objects, اللي راح يسلط قوة على الأجسام المشحونة الأخرى. You cannot see an electric field, but there are ways to detect that an electric field is present. بالنسبة للمجال الكهربائي, إحنا ما نقدر نشوف المجال الكهربائي بالعين المجردة, ولكن ممكن أنه نفهم أو نستعلم عن المجال الكهربائي بعدة طرق. من خلالها عرفنا بأن المجال الكهربائي موجود. You can envision the force from an electric field by modeling its effects on a small charged object, a test charge Q prime at some location. احنا حتى نفهم المجال الكهربائي وحتى يكون واضح عندنا, فالمجال الكهربائي راح نستخدم وياه شحنة اختبارية نرمز لها بالرمز Q prime. شنو فائدتها هاي؟ لما تكون أني عندي شحنة وأريد أقيس المجال الكهربائي إلها, فأخلي فد شحنة اختبارية وأشوف أنه هل جاي تأثر على هذه الشحنة الاختبارية أو لا. كل شحنة موجودة بالطبيعة, كل وحدة إلها فد مجال كهربائي خاص بها. فحتى نعرف قيمة هذا المجال الكهربائي, إحنا راح نخلي فد شحنة اختبارية. طبعا هذه الشحنة ما موجودة, بس فقط وضعوها العلماء حتى يوضحون فكرة المجال الكهربائي. فلذلك لما تكون أنا عندي شحنة, أجي أقرب من عندها شحنة اختبارية وأشوف هل إنه راح تأثر عليها, سواء كانت تنافر أو تجاذب, فمن خلاله راح أعرف مدى قوة المجال الكهربائي. If there's an electrostatic force on the object, then there is an electric field at that point.
إذا كانت عندي فد قوة كهربائية ساكنة على جسم، فإذا هذا بالتأكيد لازم يكون إلى فد مجال كهربائي. مثل ما قلنا بأنه ما دام أني عندي فد قوة كهربائية ساكنة، فبالتالي عندي شحنة، ولازم ما دام صارت عندي شحنة لازم يكون إلها فد مجال كهربائي. According to Coulomb's law, the force is directly proportional to the strength of the test charge Q prime. So the ratio of the force to the strength of the test charge is constant. حسب قانون كولوم احنا اخذنا بانه القوة تتغير طرديا مع الشحنات، وبالتالي بانه راح نقول النسبة بين القوة والشحنة هي قيمة ثابتة، كل ما زادت القوة كل ما زادت الشحنة، او العفو العكس صح، هو كل ما زادت الشحنة كل ما زادت قوة التأثير بالنسبة للشحنة. The electric field at point A, the location of Q prime is represented by the following equation. Electric field strength E equal to F on Q prime over Q prime. هنا عندنا هذه المعادلة الأولى اللي راح تخص المجال الكهربائي. فالمجال الكهربائي احنا نرمز له بالرمز E يساوي F on Q prime over Q prime. المجال الكهربائي E يساوي القوة على الشحنة مقسومة على مقدار تلك الشحنة الاختبارية. The direction of an electric field is the direction of the force on a positive test charge. حتى أعرف اتجاه المجال الكهربائي، فاتجاه المجال الكهربائي هو نفس اتجاه تأثير القوة على الشحنة، بنفس الاتجاه اللي راح تأثر القوة على الشحنة سواء كانت بالتجاذب أو بالتنافر، فهو نفسه راح يكون اتجاه المجال الكهربائي. The magnitude of electric field is newtons per coulomb. يعني هنا الوحدة بالنسبة للمجال الكهربائي هي طبعا راح تكون وحدة القوة مقسومة على وحدة الشحنة. وحدة القوة احنا نعرفها اللي هي نيوتن، كل قوة فيزيائية الوحدة مالتها تكون نيوتن، على الشحنة، الشحنة طبعا تقاس بوحدات الكولوم. You can make a model of an electric field by using arrows to represent the field vectors at various locations. احنا حتى نعرف المجال الكهربائي بصورة اكبر ممكن انه نوضح المجال الكهربائي وذلك من خلال استخدام الأسهم أو المتجهات. زين، شلون ممكن أنه أفهم المجال الكهربائي من خلال المتجهات؟ راح تكون عندنا نقطتين. The arrow's length represent the field strength. يعني أنه الطول المتجه راح يمثل لي قوة المجال. مثلا أنا هنا عندي شحنة Q، وهذه هنا عندي المجال الكهربائي بالنسبة لهذه الشحنة. فلما أرسم فد سهم من الشحنة إلى نهاية المجال الكهربائي، فإن طول هذا السهم راح يمثل لي قيمة المجال الكهربائي. The direction of the arrow represents the field direction. يعني انه اتجاه هذه القوة، اتجاه السهم من هذه القوة الى نهاية المجال الكهربائي هو راح يمثل لي اتجاه المجال الكهربائي، او هو بالاحرى هو هذه الشحنة تؤثر على الشحنة Q prime، فبالتالي انه اتجاهها راح يكون بهذا الاتجاه، فهذا راح يمثل لي اتجاه المجال الكهربائي ايضا. If and only if the charge Q is a point charge on a uniformly charged sphere, you can calculate its electric field from Coulomb's law. E equal to KQ over R square. في حال انه كانت عندي شحنة نقطية او كرة مشحونة شحنة موحدة بانتظام، اقدر استخدم قانون كولوم. زين،
هذا هو القانون النهائي اللي أقدر أستخدمه بالنسبة للمجال الكهربائي، وبالتالي صار عندي قانونين بالنسبة للمجال الكهربائي، يا إما E يساوي F على Q اللي أخذناه قبل شوية، أو هذا القانون الثاني اللي هو E يساوي KQ over R square. حتى نفهم أنه هذا القانون منين إجاني، بس مجرد للتوضيح حتى نحفظ القانون وما ينسي، نقول بأنه إحنا القانون الرئيسي مالتنا هو كان E يساوي F على Q، F على Q برايم. إحنا ماخذين بالمحاضرات السابقة ونعرف بأنه الـ F تمثل لي قانون كولوم، قانون كولوم هو راح يساوي لي K Q Q برايم over R سكوير. هذا القانون بالنسبة لي قانون كولوم. راح أعوض أنا هذا القانون مالتي، هذا القانون هسه اللي أخذناه راح أعوضه بمكان F، وبالتالي إيش راح يصير القانون مالتي؟ راح يكون E يساوي K Q Q برايم على R سكوير كلها مقسومة على Q برايم. هنا أنا أقدر أختصر Q برايم مع Q برايم، فش بقى عندي بالمعادلة؟ أقول بأنه E تساوي شو بقت عندي المعادلة؟ بقت فوق عندي K Q على R سكوير، وهو هذا القانون الثاني اللي راح نستخدمه بحل مسائل المجال الكهربائي. فبالتالي صار عندي قانونين، يا إما أستخدم هذا القانون النهائي هسه اللي طلع عندنا اللي هو هذا القانون، يا إما أستخدم القانون الأساسي اللي أخذناه بداية درسنا. شو وقت ممكن إنه أستخدم هذا القانون وشو وقت ممكن أستخدم هذا القانون؟ أستخدمه حسب المعطيات اللي ينطيني إياهن بالسؤال. إذا ذكر لي بالسؤال الشحنة وقايل لي البعد منطيني إياه، فلازم أستخدم هذا القانون. بس إذا انطاني شحنة اختبارية وانطاني قوة كهربائية، فلازم أستخدم القانون الأول. A test charge should be small enough so that its effect on the charge you are testing Q is negligible. يعني أنه هنا الشحنة الاختبارية، إحنا قلنا الشحنة الاختبارية هي ما موجودة، هي فقط وضعها العلماء على مود حتى يسهل تدريس المجال الكهربائي. فلازم الشحنة الاختبارية تكون صغيرة جدا، لذلك حتى ممكن انه نهمل تأثير هذه الشحنة وبالتالي ما راح يأثر لي على المجال الكهربائي. فلازم انه الشحنة الاختبارية تكون صغيرة جدا حتى يهمل تأثيرها على المجال. Until here we reached to the end of our lecture. See you soon in another one, إن شاء الله.